ومعي على الهاتف الأستاذ رأفت شفيق أخو زوجة عم نسيم. أستاذ رأفت، يعني الباية في حياتك، واحكي لنا على عم نسيم شوية. يا أستاذ لميس، هو جوز أختي. أيوه. وحضرتك، هو كان واقف على الباب أمن، فحضرتك الشخص اللي فجر دخل على الباب العمومي، هو كان واقف على الباب، فهو عرض قال له لا خش من ال خش من ال خش من الجهاز. خلوا معانا الفيديو يا جماعه. هو قال له كان وكان هو بيشتغل ايه عم نسيم بالظبط؟ كان عايز يخش، قال له لا خش من الجهاز. وهو ماسك الحزام الناسي في ايده اليمين. ازاي انا عدى يعني من على الرصيف؟ كل الناس ما شافتوش. ازاي الشرطه عدى وهو ماسك بايده اليمين ماسك الحزام الناسي في ايده؟ انت عارف منين ان هو ماسك الحزام الناسي؟ حضرتك شوفي ايده، ايده حاططها على حطنه. ايوه، هو الحزام الناسف كان حواليه، كان حوالين جسمه، هو ماسك حاطط ايده. ايوه يا فندم، ومغطيه ببروفر ولابس بعدين جاكيت جينز. وبعدين حضرتك في الشهيده الظابطه اللي واقفه دي تتكلم مع الاخت اللي جنبها، عدى من وراها مرتين. عدى من وراها اهو، هو هيقول له لا لف من البوابه، هيروح يخش قدام البوابه، هي بتفتش الحريم بس، هيجي يخش هنا، هو هيعرضه قبل ما يروح له الجهاز عمل صوت، هو راجع دلوقتي راح مفجر على طول. مفجر على طول، أول ما رجعه راح مفجر، أهو ده جوز أختي اللي واقف حضرتك. اللي واقف ده اللي قال له امشي روح الناحية التانية. أيوه هو ده اللي شاور بيه على الشمال، هو ده جوز أختي. أول ما دخل هناك راح مفجر نفسه على طول، هو مالك يخش. لا حضرتك لو دخل، كان دخل الكنيسة تفرق زحمة جدا، وتخش بتاع الكنيسة ده غير إن البابا كان جوه. لا البابا كان طلع ساعتها. كان طلع البابا لسه طالع، كان لسه طالع البابا. لو كان فجر كان في اطفال هتموت طبعا طبعا. يعني هو بصراحه راح شهيد وحمل كنيسه زي يوم عيد، وهم عارفين ان ده يوم عيد، يعني مستنيين اليوم دوت. هنقول ايه؟ احنا بنصلي له بنقول ربنا يرحمه، وبنقول رب اللي عمل كده دوت مش عارف انا، هو دمر نفسه. يعني هو بيموت نفسه ازاي؟ ازاي جاله ازاي ان يعني ازاي يتحمل هو انه يموت يفجر في نفسه؟ احكي لي عن انا وتيم يقول كده يا استاذ. استاذ رأفت، احكي لي عن عم نسيم. اتفضلي احكي لي عنه، هو مين؟ عم نسيم عنده ولاد ايه؟ يعني احكي لي عنه. عنده ولدين متجوزين، والاثنين مراته حامل ولسه ما شافش احفاده. يعني عنده ولدين وزوجته. طول عمره كان بيشتغل في امن الكنيسه وكده ولا بيشتغل؟ لا هو طول عمره في الكنيسه، هو موظف في الكنيسه من زمان، بس هو كان سواق في الكنيسه. سواق عربيه بتودي المدرسه، الطلبه اللي هو في كنيسه المرسيه، جامعه مدرسه اسمها المرسيه محرم بيه، كان بيوديهم. بس هو لما تعب كبر شويه وتعب، فبقى شغلوه شغل خفيفه، فقعدوه على الباب باب الكنيسه. زوجته لما عرفت بالجريمه، ايوه تعبانه طبعا، حالتها ايه؟ تعبانه، حالتها سيئه جدا حضرتك، تعبانه جدا. بس انا بقدر ربنا، هي قدر هي بتقول، هو كان طالب منها كده، هو قال لها انا نفسي اموت شيء. هو قبلها يومين وصدقيني كان في حادثه في التلفزيون مش عارف ايه، فبيقول لها في واحده ماتت، قالت له لا انت بتقولي ايه؟ انا نفسي اموت شهيد، اتمنى اموت شهيد. لا هنعمله ايه؟ النصيب. بس كان في تقصير امني حضرتك برضو، عشان نقول الصراحه ما كانش في امن زياده. يعني دلوقتي حضرتك لو نزلت اسكندريه هتلاقي شارع مقفول، ما فيش عربيات بتعدي، وفي حكومه. طب بعد ايه؟ طب ما كان ساعه الصلاه ويوم العيد ما فيش امن، يعني غير حتى ما فيش الزبطه اللي كانت واقفه دي اللي هي تخص الحريم بس، اللي كانت بتفتش الحريم بس، هي اللي كانت واقفه بس، وزوجتي اللي واقف على الباب بس. انما على الشمال يمين قاعدين مثلا حاطين كرسي وقاعدين ظباط بعيد، ما فيش حد من قدام شويه يشوف اللي داخل ده جاي من اول الشارع وحاطط ايده في بطنه، فبيشوفوه ماشي حاطط في بطنه ليه؟ شايل ايه ده؟ ما حدش شافه ولا حاجه ولا دمر الدنيا يا استاذ. حاله عدم الانضباط في بينا يتمة لا ام ولا اب في المجتمع ولا زوج، يعني اختي لا ام ولا اب ولا زوج، يعني خلاص العيلة يتيم وما شافش احفاده. انا اقول لك ايه؟ بس نصيبه كده. بايه في حياتك يا استاذ رأفت. ربنا يسامحه الارهابي ده، ربنا يسامحه. الله يخليك ويصبرك ويصبر اسرته كلها. الله يخليك يا استاذ. بشكرك استاذ رأفت شفيق.